20 سؤال وجواب بخصوص الضرائب المفروضة على أرباحك في يوتيوب. ده موضوع حلقتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. أنا أحمد قطب وأنت بتشوف الفيديو على قناة أكاديمية المهندس. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هناقش معاك أهم 20 سؤال وجواب بخصوص القانون الجديد بتاع الضرائب اللي فرضته جوجل أدسنس على مشاهدات اليوتيوب اللي جاية من الولايات المتحدة الأمريكية. كل المعلومات المذكورة في الفيديو ده من مصادر رسمية ومصادر موثوقة زي مركز مساعدة أدسنس وزي قناة يوتيوب كرييتورز. يلا بينا نبدأ ونناقش مع بعضينا العشرين سؤال بالعشرين إجابة الخاصة بيهم. أول سؤال معانا، على من تفرض الضرائب؟ الضرائب اللي فرضتها جوجل أدسنس مطبقة على القنوات فقط وليس المواقع والتطبيقات. السؤال الثاني، من هم المعنيين بهذا القرار وما هي الدول التي ينطبق عليها هذا القرار؟ القرار ده مطبق على جميع صناع المحتوى في كافة أنحاء العالم، مش مطبق على بلد معينة، ومطبق على كافة أشكال الربح من اليوتيوب زي الربح من الإعلانات وزي الربح من يوتيوب بريميوم وزي سوبر شات وزي الربح من الملصقات العجيبة وزي الربح من القنوات المنتسب إليها. الكلام ده زي ما قلنا في جميع أنحاء العالم. السؤال الثالث، كم تبلغ قيمة هذه الضرائب؟ الضرائب دي بتقدر على حسب عدة عوامل. أولها صحة النموذج اللي أنت أرسلته، هل أرسلت النموذج صح ولا غلط. النقطة الثانية، قيمة الأرباح اللي بتحققها من مشاهدات الولايات المتحدة، وهل بلدك ليها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة ولا لا، وانت طلبت الاستفادة من الميزة دي ولا لا، وانت بتملى النموذج. يعني مثلا كندا والولايات المتحدة قيمة الضرائب هتكون فيها 0%، والمكسيك وكوريا 10%، والنسبة العامة للضرائب هتكون من 0% لحد 30%، يعني بحد أقصى 30% على الأرباح اللي جايالك من مشاهدات في الولايات المتحدة. والنسبة دي طبعا بتختلف من بلد للتانية، وهل بلدك ليها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة ولا لا. يعني مثلا مصر والمغرب الحد الأقصى فيها، لأن مصر ليها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة، فالحد الأقصى هيكون 15%. بس طبعا علشان تقدر تستفيد من الميزة دي لازم تقدم لهم رقم التعريف الضريبي أو الـ TIN، وعشان تعرف قيمة البلدان اللي ليها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة ونسبة الضريبة لكل بلد، ده تعرفه من خلال موقع الضرائب الأمريكي IRS، ورابط الموقع إن شاء الله هيكون في وصف الفيديو. السؤال الرابع، هل هذا البند إلزامي؟ لازم أرسل لهم البيانات الضريبية بتاعتي؟ الجواب نعم إلزامي، لأن أنت لو ما أرسلت لهمش البيانات الضريبية بتاعتك جوجل بتعتبرك مقيم في الولايات المتحدة وبتخصم منك 24% من إجمالي الأرباح اللي أنت بتحققها من اليوتيوب. طبعا نقطة رخمة جدا من جوجل إن هي يعني تعمل حاجة زي كده أو تحسب حاجة زي كده، مع إن أنت مثلا لو أنت من مصر فبياناتك عندهم إن أنت مصري وحساب الأدسنس بتاعك مصري، فازاي يعتبروك ان انت مقيم في الولايات المتحدة وبالتالي هنخصم منك 24% من اجمالي الارباح بتاعتك. مش شرط بقى المشاهدات جاية من دولة معينة، لا من كل الدول. السؤال رقم 5 والمهم جدا، هل هيتم فرض ضريبة على اي ارباح تجيلك من مشاهدات الولايات المتحدة؟ غالبا هيكون في حد معين او ليميت معين للدخل اللي يتفرض عليه ضرائب. يعني مش منطقي مثلا ان انت بيجي لك ارباح من مشاهدات الولايات المتحدة $50 مثلا في الشهر ولا $100، وتقوم جوجل ادسنس فرض عليك ضريبة على $50 اللي انت بتكسبهم ولا $100. لا، غالبا الحد هيكون اكبر من كده. يعني في ناس مثلا بتقول، بس المعلومة دي انا مش متأكد منها، بتقول لك اللي تجيله ارباح من الولايات المتحدة $9000 او اكتر. فالموضوع ده ما يقلقناش لان الرقم كبير، واعتقد ان مفيش حد فينا بيحقق الرقم ده، يعني بيكسب بس من مشاهدات الولايات المتحدة ما يقرب من $9000، ده لو كانت المعلومة صحيحة. لكن زي ما بقولك فعلا لازم يكون في حد معين للدخل عشان يتفرض عليه ضريبة. مش معقولة هيفرضوا ضرائب على كل أنواع الدخل، مهما كان الدخل قليل يفرضوا عليه ضريبة. السؤال السادس، هل ستتأثر القنوات الصغيرة بهذا القرار؟ بالطبع لا، مش هتتأثر، لأن زي ما قلنا لازم يكون في حد معين للدخل علشان يتفرض عليه ضريبة. السؤال رقم 7، كيف أحصل على البيانات الضريبية أو رقم التعريف الضريبي الـ TIN أو المعرف الضريبي الغير أمريكي؟
الاوبشن ده اختياري وانت بتملى النموذج، يعني مش بالضرورة ان انت تكتب لهم رقم التي اي ان، لكن في حالة ان انت اردت الحصول على الرقم ده هتجيبه من هيئة الضرائب المحلية في بلدك من خلال عمل ملف ضريبي. لكن زي ما قلت لك في الاول الاوبشن ده اختياري، انت مش مطالب ولا ملزم اطلاقا ان انت تكتب لهم رقم التي اي ان. السؤال رقم 8 بيقول قناتي غير مفعلة ربح، هل يتوجب علي ملء هذا النموذج؟ الاجابة لا، مش مطلوب منك ان انت تملى اي نماذج دلوقتي الا لما قناتك تكون مفعلة ربح، وانت فيما بعد كده كده ان شاء الله هتضطر ان انت تملى النموذج ده وتبعت لهم البيانات، فانت ممكن لو مليت البيانات دلوقتي وارسلتها برضو مفيش اي مشكلة. السؤال رقم 9 والمهم جدا، عند ارسال نموذج الضرائب هل ارسل بيانات صاحب الحساب ولا بيانات مستلم الدفعات؟ طبعا احنا عارفين ان حساب ادسنس بيبقى فيه صاحب الحساب وفيه مستلم الدفعات، بعض الناس هيكون عندها صاحب الحساب هو نفسه مستلم الدفعات، وبعض الناس هيكون عندها مستلم الدفعات غير صاحب الحساب. يعني انا مثلا عندي حساب ادسنس لكن حساب معمول باسم اخويا او باسم اختي او باسم ابويا او باسم حد من اصحابي، لكن اسم انا مستلم الدفعات. دلوقتي لما ابعت لهم البيانات الضريبيه هبعت باسم مين؟ باسم اللي بيستلم الفلوس ولا باسم صاحب الحساب؟ هتبعت البيانات باسم صاحب الحساب. السؤال رقم 10، ما هي اللغه المقبوله في ملء نموذج الضرائب الخاص بادسنس؟ لما جمل النموذج هملاه بانهي لغه؟ اللغة الوحيدة المقبولة في ملء النموذج هي الإنجليزية، اللغة الإنجليزية اللي احنا عارفينها يعني من غير أي تشكيلات على الحروف. السؤال رقم 11، هل أنا مطالب بعمل ملف ضريبي؟ أنت حتى الآن غير مطالب إطلاقا بعمل ملف ضريبي إلا إذا كنت شركة وعاوز تستفيد من المعاهدة الضريبية الموجودة ما بين بلدك وبين أمريكا عشان أدسنس تخفض لك نسبة الضرائب المقتطعة منك، يعني كأنك بتقول لهم إن في معاهدة ضريبية ما بين بلدك وما بين الولايات المتحدة وإن بلدك بالفعل بتاخد منك ضرائب، فبالتالي هم يخفضوا نسبة الضريبة المقتطعة منك. السؤال رقم 12، هعمل إيه في حالة إن أنا أرسلت النموذج غلط؟ في حالة إن أنت أرسلت النموذج غلط هترسل نموذج جديد، وبالتالي النموذج القديم اللي أنت أرسلته هيتم حذفه. يعني ونفرض مثلا ان انت ارسلت النموذج النهاردة وفيه بيانات غلط او انت حبيت تعدل البيانات اللي انت بعتها، فمعك مدة سماح لحد يوم 31 مايو 2021، يعني تقريبا شهرين ونص ينفع تبعت نموذج تاني، والنموذج التاني اللي انت هتبعته هيحل مكان الاولاني والاولاني هيتم حذفه. السؤال رقم 13، ايه المصادر الموثوقة اللي اقدر اتابع منها المزيد من المعلومات بخصوص الضرائب الامريكية؟ المصادر الموثوقة اللي ممكن تتابع معها زي مركز مساعدة ادسنس وزي قناة يوتيوب كرييتورز وزي موقع الضرائب الامريكية IRS، وكل الروابط ان شاء الله وكل المصادر الرسمية هتكون موجودة في وصف الفيديو. السؤال رقم 14، ما هي المدة المسموح بها حتى ارسال المعلومات الضريبية؟ معاك لحد يوم 31 مايو 2021، يعني تقريبا معاك شهرين ونص من تاريخ انشاء الفيديو ده. السؤال رقم 15 والمهم جدا واللي فيه ناس كتير بتسأله، هل رقم الضريبي التي اي ان اختياري في حالة ان بلدك ليها معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة الامريكية؟ الاجابة نعم اختياري، الا اذا انت بقى اردت الاستفادة من مزايا المعاهدة دي وحبيت تعمل ملف ضريبي وتقدم لهم رقم التي اي ان علشان تستفيد بمزايا المعاهدة الموجودة ما بين بلدك وما بين الولايات المتحدة الامريكية. سؤال رقم 16، هل خصم الضريبة هيكون شهري ولا سنوي؟ خصم الضريبة هيكون شهريا. سؤال رقم 17 والمهم جدا برضو، لو انا مشترك مع بارتنر شيب مش بتعامل مع ادسنس مباشرة، هل لازم برضو ابعت لهم البيانات الضريبية؟ ايوة طبعا لازم تبعت لهم البيانات الضريبية. السؤال رقم 18، ازاي اعرف قيمة الارباح اللي بتجيني من مشاهدات الولايات المتحدة؟ ده تعرفه من خلال احصائيات القناة، يعني لو دخلنا على استوديو القناة بالشكل ده كده ودخلنا على الاحصاءات تمام، وجبنا من هنا الوضع المتقدم عشان يجيب لنا بيانات اكتر تمام، واخترنا من هنا المقياس، اخترنا من هنا الاول المنطقة الجغرافية تمام عشان يجيب البلاد، وهنا اختيار المقياس السنوي مقاييس اضافية تمام، واخترنا من هنا ارباحك المقدرة، في عندك هنا ارباحك المقدرة وعدد المشاهدات وقت المشاهدة بالساعات تمام. طيب ننزل بقى نشوف الولايات المتحدة الامريكية بيجي لنا منها زيارات قد ايه وبيجي لنا منها ارباح قد ايه. طبعا عايز برضو اضيف لك مقياس الاول كده تاني، مقاييس اضافية، ونختار من هنا التكلفة لكل 1000 ظهور تمام، وننزل بقى نشوف الولايات المتحدة الامريكية. عندي هنا الولايات المتحدة الامريكية التكلفة لكل 1000 ظهور 21 دولار، 21 دولار ده رقم كبير جدا ومحترم جدا تمام.
كل 1000 زور للإعلان عليه 21 دولار. أرباحك المقدرة دي 5 دولار ده خلال آخر 28 يوم. طيب تعال نجيب كده الشهر اللي فات شهر فبراير مثلا، تمام، وننزل برضو عند الولايات المتحدة. التكلفة لكل 1000 زور 15 دولار، وأرباحك المقدرة 3 دولار، وعدد المشاهدات 42 مشاهدة. طيب تعال نجيب كده منذ إنشاء القناة وننزل برضو عند الولايات المتحدة الأمريكية. آدي الولايات المتحدة، التكلفة لكل 1000 زور 22 دولار، أرباحك المقدرة 40 دولار منذ إنشاء القناة، تمام. عدد المشاهدات 450 مشاهدة، يعني تقريبا 500 مشاهدة، يعني برضو تقريبا ال1000 مشاهدة بيجيبوا أرباح 80 دولار. طيب السؤال رقم 19 والمرتبط برضو بالسؤال رقم 18، ما هي حجم الأرباح المقدرة من زوار ومشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ مبدئيا ده بيختلف من قناة للتانية ومن محتوى قناة عن محتوى قناة تانية، يعني كمتوسط مثلا ممكن تقول 20 دولار لكل 1000 زهور أو أرباح 75 دولار لكل 1000 مشاهدة، يعني رقم محترم جدا. السؤال رقم 20 والأخير اللي معانا، إزاي أملى نموذج البيانات الضريبية؟ هنتعلم مع بعضينا دلوقتي إزاي تملى النموذج بطريقة صحيحة. هتدخل على حساب أدسنس بتاعك وتختار من هنا الدفعات، وطبعا ممكن تلاقي الإشعار ظهر عندك فوق كده، تمام، زي كده، أو ظهر في الإعدادات زي كده، لكن إحنا هنجيبه من إدارة الإعدادات عشان لو اختفى عندك، تمام. وبعد كده هتنزل عند الملف الشخصي للدفع، وهتلاقي عندك هنا المعلومات الضريبية في الولايات المتحدة. هنضغط على رمز القلم ده ونختار إدارة المعلومات الضريبية، وركز معايا بقى كده، بيقول لك إضافة المعلومات الضريبية، هنضغط عليها. هيطلب مني تسجيل دخول مرة تانية، أقول له التالي، هعمل تسجيل دخول. هنا أول سؤال بيقول لي ما نوع حسابك، هقول له فردي مش شركة، مش شركة يعني، تمام، أختار التالي. هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة؟ لا أنا مش مقيم في الولايات المتحدة، أقول له التالي. وبعد كده بيقول لي اختار نموذج ضريبي، أنا أختار النموذج الأولاني اللي هو الفردي، الأولاني ده للفردي والتاني ده للتجاري، عشان أنا حسابي فردي فاختار النموذج الأولاني اللي هو W8BEN، تمام، وأقول له فتح النموذج. وبعد كده اسم الفرد، تمام، احط له اسمي، اتاكد بس ان الاسم اللي موجود في ادسنس، وزي ما قلنا طبعا اسم صاحب الحساب مش اسم مستلم الدفعات. الاسم هنا اسماء عبد الله، فاكتب له هنا الاسم، وطبعا اتفقنا ان الاسم هيكون باللغه الانجليزيه، اكتب له اسماء عبد الله، تمام. طبعا انت الافضل بالنسبه لك ان انت تكتب الاسم ثلاثي او رباعي زي ما هو موجود في الحساب، تمام. وبعد كده بيقول لك شركه تزود نشاطات تجاري باسم، ده اختياري هنسيبه فاضي. البلد الذي تحمل جنسيته، اختار بلدي من هنا، تمام، انا بالنسبه لي اختار مصر. وبعد كده رقم التعريف الضريبي التي اي ان، ده اللي ناس كتير بتختلف عليه، بيقول لك هذا الحقل اختياري الا في حاله المطالبه بمزايا المعاهده الضريبيه. لو انت عاوز تطالب بمزايا المعاهدة الضريبية ما بين بلدك وما بين الولايات المتحدة، ده اذا كانت موجودة هتدخل لهم رقم التعريف الضريبي، وانت في الحالة دي مطالب ان انت تعمل ملف ضريبي. لكن انا بالنسبة لي مش عاوز استفيد من مزايا المعاهدة دي، تمام، فهسيب الحقل ده اختياري وهسيب الحقل ده اختياري برضو، تمام، وهقول له التالي. هنا سطر العنوان، عنوان الاقامة الدائم، إن عنوان الإقامة الدائم هو صندوق بريد أو عنوان لعناية، وسيطلب منك إرسال مستندات إضافية، تمام، علم عليها. أدي العنوان بتاعي مصر، وأكتب له هنا الفيوم. طبعا أنت هتكتب عنوانك بالتفصيل، وطبعا لازم يكون باللغة الإنجليزية، وهتكتب عنوانك بالتفصيل هنا. المدينة هكتب له برضو الفيوم. المقاطعة أختار المحافظة بتاعتي الفيوم. والرمز البريدي هكتب له الرمز البريدي بتاع الفيوم اللي هو 63512، تمام، وعلم على الخيار ده كده. العنوان البريدي مطابق لعنوان الإقامة الدائم. وبعد كده هضغط على التالي.
هل تريد المطالبة بنسبة القطاع أقل بموجب معاهدة ضريبية؟ هقول له لأ، عشان لو اخترت نعم هيطلب مني رقم التعريف الضريبي TIN وهبقى مطالب إن أنا أفتح ملف ضريبي عشان أحصل على رقم ده، فأنا أختار له هنا لا، تمام؟ وبعد كده أقول له التالي. هنا بيجيب لي تأكيد على البيانات، هقول له أؤكد إن أنا راجعت المستندات الضريبية، تمام؟ وبعد كده التالي. الشهادة توقيعك، هحط اسمي باللغة الإنجليزية، تمام؟ أسماء عبد الله، تمام؟ هل أنت هو الشخص المدرج في قسم التوقيع؟ نعم أنا الشخص المدرج، تمام؟ وبعد كده التالي. هل أجرى الفرد أو الكيان المحددين في فقرة التعريف الضريبي أي نشاطات أو خدمات لصالح جوجل؟ لأ، تمام؟ أقر بأنه سيتم تنفيذ الخدمات المقدمة من شركة جوجل أو الشركات التابعة لها خارج الولايات المتحدة فقط، تمام؟ هنا إنني أقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد، لو أنت استلمت دفعات قبل كده من جوجل أدسنس هتعلم على الخيار ده، لو أنت لسه ما استلمتش دفعات من جوجل أدسنس ما قبضتش يعني قبل كده هتعلم على الخيار ده، تمام؟ أنا بالنسبة لي ما قبضتش قبل كده في الحساب ده، فعلم على الخيار ده، تمام؟ وبعد كده أقول له إرسال. هنا بقول الحالة مقبول وجاب لي البيانات اللي انا ارسلتها. لو انا ارسلت النموذج ده غلط وحبيت ارسل نموذج من جديد، وطبعا في حالة ان احنا ارسلنا نموذج غلط النموذج القديم هيتحذف، بعمله ازاي؟ بقول له ارسل نموذج جديد، تمام؟ بدء نموذج جديد، وبقول هنا هيتم ازالة النموذج القديم، اقول له ماشي، تمام؟ وطبعا الاوبشن ده او الخيار ده ما تعملوش الا في حالة ان انت ارسلت بيانات غلط، تمام؟ في ناس بتقول لك لما تيجي تبعت لهم البيانات الضريبيه اكتب رقم القومي بتاعك مكان رقم التي اي ان، والكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غير صحيح. الراجل اللي شارك تجربته في الموضوع ده كانت مجرد وجهه نظر شخصيه، يعني كانت مجرد اجتهاد وتجربه شخصيه، وانا شخصيا بقول لك كونك ما تطالبش بمزايا المعاهده الضريبيه اللي ما بين بلدك وما بين الولايات المتحده افضل بكتير من انك تبعت لهم بيانات غلط، لانك لو ارسلت لهم بيانات غلط هيتم خصم 24% من كل أرباحك في اليوتيوب. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا، بتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.